اشتباكات في شوارع عدن ودعوة لمليونية في عدن تصدرها محمد علي الحوثي وأبواق الإخوان. تظاهر آلاف المواطنين وسبقها مطالبة أمن عدن الإنتربول لتسليم الهاربين لحكومة عدن ورئيس المجلس الانتقالي خارج عدن. فما الذي يحدث في عدن؟ أعلن إنشاء مجلس قيادة رئاسي. أولاً وقبل كل شيء، بعدما خرج هادي عن السلطة تم تشكيل المجلس الرئاسي من كل القوى المتواجدة في المحافظات المحرمة، أو بالأصح المحافظات الجنوبية التي رفضت المد الفارسي الإيراني، وبعض مديريات من محافظات الشمال. وكانت عدن مقراً للمجلس الانتقالي الجنوبي العضو المشارك في تشكيل المجلس. فشل المجلس الانتقالي في كثير من الملفات بعد مشاركته الحكومة اليمنية في حكم عدن، واندس فيه الكثير من العناصر الشمالية المستوطنة في الجنوب. ولكن الغريب في الأمر بأنه تم توكيل إليهم مهاما حساسة، ومن بينهم الاسم الأكثر ترددا في هذه الأحداث، يسران المقطري قائد مكافحة الإرهاب في عدن والذي تمت إقالته وهو فارا من وجه العدالة، بعد أن كان الملاصق الدائم للقادة في المجلس الانتقالي الجنوبي. فكيف حصل هذا؟ في 12 من يوليو للعام الجاري، وبالتحديد الساعة 5:17 بحسب بيان مدير أمن عدن، تم خطف علي عشال من محافظة عدن. من هو علي عشال؟ هو المقدم علي عبد الله عشال الجعدني، قائد كتيبة في الدفاع الجوي معسكر جعولة بمحافظة عدن، وهو من قبيلة الجعدنية المترامية في محافظة أبين. تم خطفه على يد قوة تابعة ليسران المقطري على إثر خلاف على قطعة أرض. يسران هو من كان مدير مكتب قائد الأمن المركزي في عدن، أحد أدوات القمع والاحتلال اليمني. فكيف حدث هذا؟ بعد حادثة الاختطاف طالبت أسرة المختطف عشال أمن عدن بحل القضية، وتم القبض على بعض المتهمين، ولكن تم الإفراج عنهم على يد يسران ذاته. وبعد خروجهم من السجن فروا إلى خارج البلاد، وواحدا منهم فر إلى الحوثيين للجوء لديهم. فكيف خرجوا من مطار عدن وهم على ذمة قضية جنائية؟ ولأن هنالك من اصطادوا في الماء العكر لإعادة سيناريو الماضي إلى عدن، واستغلوا فشل الانتقال في إدارة واحتواء الأزمة وانعدام الخدمات وتحميله فشل الحكومة، وما يتسرب للإعلام من داخل المجلس الانتقالي ذاته باستشراء الفساد في قوامه، ظهرت الأبواق الحوثية الإخوانية وسعت لتحويل القضية الجنائية إلى قضية سياسية، والذي كانت بسبب أحد أدواتها المغوصة في جسد الجنوب يسران المقطري. والهدف كان واضحا، إسقاط مشروع الجنوب. السلطات في عدن حاولت احتواء الأزمة بالشروع في إجراءاتها بعدما قامت قبيلة المخطوف عشال بقطع الطريق الواصل بين عدن وأبين. وطيلة فترة اختفاء ابنهم التزمت أسرته وقبيلته بمسار القضية القانوني، إلا أن أبواق الإخوان والحوثي نجحوا في تأجيج القضية والدفع بها بكل أدواتهم في الداخل الجنوبي، وتحت شعار الحقوق والحريات المنعدمة في صنعاء تدافع الجميع نحو ساحة العروض بأعلى أصواتهم أين عشان. وبدأت الاشتباكات في عدن وأوقدت نار الفتنة بين أبنائها. يأتي السؤال الأهم، لماذا لا تتحرك قيادة الانتقال بمعالجة قوامها من الداخل وتنتفض على نفسها؟ ولماذا لا يتعظ الجنوبيين من تجربة الشراكة اليمنية منذ 67؟ لماذا لا نرى انتفاضة للمجلس على ذاتها نحو بسط سيادة القانون وإرساء مداميك الدولة الجنوبية؟ وهل هناك أوراق أخرى مثل يسران لم تستخدمها القوى اليمنية بعد؟ ولماذا ما زالت الشراكة مستمرة مع القوى اليمنية طالما وأن الأسباب واضحة للعيان؟ أم أن هناك رأي آخر؟